مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو جينوا؟ ما هي ميزات جينوا؟ ما هو جينوا؟ جينوا هو مشروع اجتماعي انشأه العديد من المطورين الذين طوروا رؤية مجتمع نفتي وأعماله. أدرك الفريق أنه أثناء شراء وبيع NFT يقع الناس في خطأ السعر، ولحل هذه المشكلة حصل على مساعدة من الذكاء الاصطناعي. ما هي ميزات جينوا؟ تستخدم جينوا خوادم أمازون للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. إن هدفنا هو دمج الذكاء الاصطناعي وتقديم خدمة تداول NFT مستقلة بالكامل. ستكون جميع الخدمات التي تقدمها جينوا مجانية، لهذا السبب يعد المشروع اجتماعي. يجري فريق جينوا حاليا محادثات مع أكبر بورصات العملات المشفرة وشركات رأس المال الاستثماري في العالم من أجل وصول المشروع إلى الجماهير. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفا لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.